تقتل سليمان الأول ولا طيفور؟ اختار. أنا عارف إن اللحظة صعبة، الاتنين أحبابك، لكن الاتنين خونة. تبتدي بمين فيهم يا يحيى؟ أنا اللي هقتلك يا صباح. كده المهمة بقت أسهل. برزك المخلص سهل عليك الحكاية وفاضل طيفور. تقتله. ليه خليت زيد يتسرع ويقتله بدالك؟ بس انا كنت واثق انك هتقتله. لولا انك انسان شريف وبتقدر ثمن الصداقه ترددت. بس تردد مقبول. من اول يوم دخلت فيه القلعه وانا رهنت انك مخلص. شيل جثث اصحابك وارميهم من فوق سطح القلعه. طبعا انت عارف انه لا يجوز تغسلهم ولا الصلاه عليهم. ماتوا فاكرينك خاين. الله يرحم والديك يا يحيى. اشترك في باقات واتشت الشهرية من 14 جنيه و99 قرش، وباقات سنوية من 149 جنيه و99 قرش.